برنامجكم حد البهجة، مازالين معكم حتى العشرة ديال الصباح. وكيف ما قلنا وصلت الوقيته باش نتعرفوا على الضيف ديالنا اللي جانا من مدينه مراكش، ما جيناش من الرباط، جانا من مدينه مراكش. بدر الدين صافي، بدر الدين بوحدها، وجينا باغنيه اللي جديده. سيدي بدر الدين صباح الخير. صباح الخير خويا مراد، صافا؟ الحمد لله بارك الله، كلشي بخير يا اختي، صحة مزيان الحمد لله بارك الله فيك. كيخليتي مراكش؟ وا مزيان مزيان، نيت ولا شويه شويه بعدا سخونيه، بعدا شويه بعدا سخونه قضيه تما، لا شويه بعدا شويه. ما طاحتش عندكم الشتي هاد الايامات؟ لا هاك داك هو سيدي، الله يرحمنا امين. كي جاتك كازا؟ كازا زوينه، يلا دخلتي لها باش عرفتي يا زوينه؟ راه لقيتيها واقيلا خاويه. لا 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 عاد لقيتيها خاويه، كنت في عيون الباك. هاك مزيان، مرحبا والف الف مرحبا. جيتينا بدر اليوم باغنيه جديده، القناوي ولد السودان. صوتك هذا ولا مدرح؟ لا صوتي لا. تبارك الله عليك، بارك الله فيك. شويه كيدي شويه، ملي سمعتها شويه كيدي شويه المرشان. واو. مرشان خصوصا الناس ديال تاكناويت والناس ديال مراكش كيكونوا تيعرفوه بزاف. واش عرف ليا صافي؟ نعم. كون كيشبل من الله يعطيك الصحه. الا قلت البدر امتى بديتي الغناء؟ حنت من حنت السلام عليكم. وعليكم السلام بدر، خرج اغنيه دايره طوندونس، طالعه طوندونس، الناس كيسمعوا ليها الى اخره الى اخره. ولكن شكون هو بدر؟ كيفاش تطلع على بدر؟ امتى بدا تيغني؟ شكون يعاونو؟ قلت لك امتى بديتي تغني بعدا؟ لا انا بدا تاكناويت بديتها كانت عندي 11 سنه تقريبا. خرجت من الدراسه تكون عندي شي 11 عام بحال هكا. نعم. كي خرجت مشيت بديت في جامعه فنا هي الاولى. اللهم بارك. جامعه فنا هذيك هي المدرسه ديال تاكناويت اللي ما دازتش المدرسه تاع المجينه. نعم. دزت من تما بدات المسار ديالي في وانا عندي شي 11 سنه كبحال هكاك. شكون هو المعلم اللي تعلمتي على يديه؟ هو سي محمد كويو. ايوا صافي، ما قلتش لي سي محمد كويو، صافي الله يجعل البركه. المعلم سي محمد كويو. زيد. مشيت عند سي محمد كويو، خدمت معاه، يعني عرفت بنادم ديك الساعه كان شويه حشومي كذا، جا من الفنا على البلاص يعني. نعم. فهمتي، كان شويه على قد الحال. قد الحال. صافي بقيت تمايا، بديت نتعلم شويه مع الدراري كذا. كنت فاش يلاه تنبدا، ما شحال من حاجه ما جيت تكون تعرف لك، بحال تدخل تفراج بالقرقعه تكون حشومي كذا، تيجي الدراري من بحال هكا تيدفعك باش تدخل تفرج كذا. صافي بقيت المسيره بحال هكا، بقيت غادي بشويه. صافي تا وليت خدام مع المرشان عبد الكبير. قولي يعني لعبتي تا مع عبد الكبير مرشان تا هو؟ مشيت مع الفيستيفالات التصويره. نعم. يعني انا المعلم ديالي هذاك. نعم. دونك يعني تا الا قلنا راه الصوت ديالك راه تيدي من عبد من المعلم مرشان، يعني راه بصح انا خدمت مع المعلم مرشان وشربت من عنده. المعلم هو اول حاجه صديق ديالي، ابار يكون معلم، يعني صديق ديالي هو تتكون فاش تكون معاه كتحس به ماشي معلم ديالك، تحس به صديق ديالك قريب منك بزاف. نعم. واخا سيدي، مني الى رجعنا عاوتاني، رجعنا ل 11 عام ملي جيتي انت بغيتي تخرج من القرايه وقلتي انا غنتبع تا قناوي، ما لقيتيش مشكل زعما مع الدار؟ لقيت مشكل. انا فرصة اللي استغليتها باش خرجت من المدرسة هي كانت الوالدة كانت مريضة، كانت دارت واحد العملية، وفي هذيك الوقيتة خرجت انا. لقيتي ما لقيتي اللي يصلخك؟ ما لقيتيش صافي. غلبتي عليها. غلبت عليها. وما في الاول ما كانتش باغياني، واحد النهار جات للمدينة وكنت راه باقي صغير كنتفكر، وكانوا لبسوني هذيك القشابة كبيرة عليا وداك الشيء. كنت نشد بلاستيك وكان كشي قدام من الوسط وكدا، وتجيني بحال شكل الصايا. نعم. جات ربوش كبروا مني وداك الشيء، وجات الوالده مسكينه من البعيد
صافي بقيت تبكي شافتني سميت وكيما المدة وداكشي صافي ولا داكشي عادي صافي قولي انا راه انا اللي وليت نلبس صافي دابا حيتاش هاديك جاب الفنا يا فطره خصك ضروري تدوز من هاديك الفطره خصك تما تعلم جامع الفنا هي راه مدرسه يعني مدرسة. باش غادي نقول انا باش نحيي ديك الحشمه باش نقدر نكون مبدع حيت غلطتي في جامع الفنا راه صافي راه ضعتي دونك يعني راه مدرسه هاديك ضروري كيف ما قلتي كفنان خصوصا الفنانة ديال مراكش في غالب الاحيان تلقاه داز من جامع الفنا ضروري دار شي حاجه في جامع الفنا حيت الجمهور اللي كاين فيها تما يعني ماشي جمهور مغربي غير جمهور ديال مراكش يعني عندك المغرب كامل وعندك خارج ارض الوطن كيجيو الناس لتما واخا قلنا دوزتي تا قناويت دوزتي فيها واحد الفتره طويله وحاليا واقيلا باقي تدير تا قناويت باقي ضروري يعني باقي تلعب في لي فيستيفال الى اخره لي فيستيفال يلعب شي فيهم إذا قلنا مثلا بين مهرجانات اللي لعبتي فيهم يعني وباقي عقل عليهم مزيان ومهرجانات عندك فيستيفال تاع صويره عندك نجوم كازا اييه كاين مهرجان كاين حاليا يلا سال وقيله البارح سال البارح وقيله حدا الكره الارضيه حدا الكره الارضيه البارح 28 سال البارح وكاين مهرجانات بزاف بحال شحال مهرجانات خدمنا في على برا كاع خارج المغرب خارج الوطن نعم واخا بدر الدين خدام مع الفرقه ديال تاكناويت وغادي مزيان وسميتو شنو اللي خلاك انك تفكر وتقول انايا انا صافي انا غادي ندير اغنيه ديالي غنخرج اغنيه ديالي انا ماشي بالضروره غادي نبقى في تاكناويت مع الجروب الى اخره واي شاب طموح خصو يفكر بحال هكا نعم. يعني خصوصا الا كان عندك افكار وعندك خصك سكتوك على الله يعني واحد الفتره كتبقى مع المعلمين تبقى كتستافد منه ماشي حيتاش ميمكنلكش تجي دغيا وتقول لا انا كذا كذا خصك تبقى مع المعلمين كتستافد منهم تيوروك داكشي اللي دازو منه كذا يعني فاش تقعد مع المعلمين تستافد منهم شحال من حاجه انا قبل ما نخرج الاغنيه كنت نهضر مع المعلم وقلت له المعلم انا بغيت نخرج اغنيه وكذا فهمتي ومسكين فهمتي شجعني وحفزني مزيان صافي في تقريبا شي 6 شهور هاجي اتصلت بحسن حجاج اييه يعني تحياتي ليه يعني هو اللي وقف معايا عطاني داك الستيل اللي لبست في الاغنيه نعم هو اللي وقف معايا وشجعني مزيان الاول الاصدقاء ديالي كامل نعم كاين الناس اللي تيجي تيقول لك خصوصا اللي كتلقاه مثلا دوز تاكناويت بزاف تيقول لك تاكناويت ما خاصناش خاصنا نحافظوا عليها كيف ما هي يعني ملي نجي نخرج انا واحد الاغنيه يا اما خصني نخرجها تاكناويت كيف ما هي بقراقبها بهجوج وصافي ما نزيدش عليها شي حاجه واحده اخرى يا اما كاين اللي كيمشي مع مدرسه واحده اخرى تيقول لك لا تاكناويت خصنا نطوروها على حسب الجينيراسيون اللي جايه دابا طالعه الوليدات اللي طالعين جداد الى اخره انت من اين وحدين انا خصها تطور خصها تزيد لك تمشي شويه بحال دابا تاكناويت اللي تكون في دار الليله ماشي تاكناويت تاع الفيستيفالات وكذا يعني تاكناويت تاع الليله خصك تبقى محدود يعني ما تزوق ما تنقص خصك تكون تاكناويت اصيليه نعم ولكن في الفيستيفالات داكشي خص ضروري يكون الابداع حيت دابا بحال ديال الفيستيفال تاع صويره تيجيو جروبات من على برا يعني كتخدم معاهم يعني هذوك الجروب بدا اللي جاي خدام معاك انت عنده جمهور نعم يعني هذاك الجمهور تيبي يتعرف اشنا هي تاكناويت تيدخل تيبحث على تاكناويت وهذا الشيء هو اللي يخلي تاكناويت غاديه لقدام باش اعترفت بها اليونسكو والحمد لله كما قلنا قبيله بدر الدين قناوي ولد السودان شكون اللي كتبها الكلمات ديالها والكلمات ديال قناوي ولد السودان تاع الاستاذ عبد الرزاق الحاضر عبد الرزاق الحاضر قناوي الحاضر 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 اه واخا التلحين الحان يعني ليكيب اللي خدمات معاك في الاغنيه كاين اليخاندرو في مراكش نعم والسيمو توزيع والسيمو تاو والسيمو واخا العمل قبل ما ما تخرجوا شحال ديال الوقت تقريبا خدا لك ديال الوقت شحال خدمتي عليه تقريبا شي 6 شهور بحال هكا ما بين التسجيل والتصوير يعني 6 شهور هذه ديجا عندك الكلمات نتايا عاد الخدمه ديال التسجيل ديجا انا كنا ولد السودان كانت عندي واحد الكلم
الكلمات الاول عيتك البجيه بحال كان عندك داك الريفران ديالك القناوي السودان. عطيت الاستاذ عبد الرزاق الحاضر هو اللي كتب لي الكلمات وعطاني كلمات مزيان. نعم القناوي ولد السودان ملي جيت نقولوا القناوي ولد السودان واش قناواني بصح ولاد السودان؟ واه اصل القناوي جاي من افريقيا. نعم يعني من مالي من تيمبوكتو يعني كاينين ولاد السودان ولاد فلان ولاد حوصة ولاد بومبرا يعني قاعدوا كيتسموا ولاد في افريقيا. افريقيا حتى ديك الساعه تا قناويت ما كانتش مفرزه. نعم بحال هكا هاد اللهجات هما اللي كان ديك الساعه باش كانوا تيهضروا قناو هكداك. حاليا دابا تنقولوا تا قناوي تنقولوا صويره بدرجة كبيرة حيت الصويرة هي فيها الفيستيفال. نعم حيتاش دابا تبارك الله المغرب كله فيه مواهب فيه معلمين يعني كل مدينة فيها البصمة ديالتها. يعني مراكش خدمة بوحدها، كازا خدمة بوحدها، صويرة نعم. خدمة بوحدها يعني أكادير تاني أكادير كتلقى تاني تقناويت بدوك الطبولة وسميتو أيوا أبار طبولة حتى هما يعني عندهم دراري جون بحال المهدي الناسولي اللي قاموم قاموم نعم اللي قاموم يعني كاين دراري زوينين تبارك الله. نعم واخا قلنا القناوي ولد السودان من الكلمات يعني ماشي أنت اللي درتي الكلمات حاجة مزيانة. واش أنت أنت من الناس اللي تيقول أنني خص كل واحد يدير حاجة يعني مثلا الكلمات ها اللي خصو يديرهم الكاتب ديال الكلمات الحين خصو يديرو وحده انا كفنان نادي ولا لا نقدر نكتب ونقدر نلحد ونقدر ندير على حسب تقدر شي نهار تا شي حاجه ديالك تكتبها فهمتي. نعم. يعني على حسب الكلمه يعني بحال دابا كاينين بعض المرات تتبي تكتب شي حاجه تلقاها اما في محلها اما في محلها حنا شحال واحد دابا يكون تيبي يدير شي حاجه وتيتردد تقول لا واقيلا هادي ماشي هي هاديك لا هادي كذا. نعم يعني المعلم عبد الرزاق الحاضر حيتاش كتب هذيك الكلمات انا عطيتو بحال قلت شي كلمات الاولين. نعم جيت عندو قلت له ترى انا حيتاش هادي ما كايناش شي كلمات الاولى بحال انا قناوي ولد السودان وهو كمل الكلمات حيت هي الاصل تاعها تنقولوا حنا عاونونا رجال الله بابا العربي. نعم واش تيتا قلب شي فيها شويه قلت فيها انا قناوي ولد السودان وكنعبر بنغام تندان وقرقابه عندي ميزانيه كنحكي على القناوي. نعم مزيان هذيك نقدروا نقولوا ان قلب شي شويه في الكلمات باش نخلي داك اللحن مقاد ونقلب الكلمات باش ما يقولش لك خديتي اغنيه قناويه وبدلتي. لا هي كلها هي ماشي قلبتها. نعم لا حيتاش عاونونا رجال الله ما فيهاش هي كاع هي اللحن قريب ليها شويه هكذا هما الكلمات وداك الشيء كلشي جديد. واخا سيدي تا قناوي ملي كنقولوا بدر الدين تنقولوا انه قناوي. واه دونك قناوي يا اما غادي نلقاو تيبريع في القراقب يا اما غادي نلقاو تيبريع في لي جوج. فعلا ودابا هنا حنا ما غاديش نديرو قراقب حيت انا ما تلعبش الجوج. فعلا دونك انت غادي دير لي الجوج مرحبا وانا غادي نتفرج فيك مرحبا. كتقصر بعدا الجوج ضروري ضروري واخا شنو غادي تبغي تسمعنا هاد الصباح؟ تسمعنا بعدا ولا دينا لا صوتي ولا داكشي لحبات الخاطر شوف انت شنو تعطينا الا قلت لك في قناويت شنو هي الاغنيه اللي تترتاح فيها انت ولا الطرح اللي تترتاح فيه انت؟ يعني اغلبيه الطروحه اللي سميتو هما ولاد الغابه. ولاد الغابة اه واخا سمعوا شي حاجة منهم مرحبا. يلا سيدي غادي نسمعوا البدر الدين طريح لايف ديال تاقناويت على الصباح. عرفتي شناهي تفيق على الصباح في تاقناويت راه سمعيني. يلا سيدي عليك مولانا. يا من كيريا بابا كيريا قناوية بابا كيريا بابا يا القناوية ويا بابا كرياق سودانية بابا من كيريا بابا يا سودانية ويا حبابي كرياق قناوية بابا من كيريا ويا بابا
الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. وصفقوا نتوما، صليو على النبي، ديروا شي حاجة، ديروا شي حاجة. هاد فوفو دنبا كانت مؤخرا دايرة الباز بزاف. كاينين ناس اللي تيقول لك أنها تتحضر الجن وتستعمل في شعوذة وكتستعمل. أنت كواحد اللي قناوي واللي يعني اللي في الدومين، شنو الراي ديالك مثلا في هذا الكلام اللي كان كيروج بزاف على الاغنيه ديال فوفو تنبا؟ وفوفو تنبا هي طرح قناوي كيلا تاي فولاد الغابه الا تيجذبوا فيها وتيشعلوا الشمع، ماشي بقاو كيلعبوا في الشمع. فوفو تنبا تشعلوا الشمع، هذا هو سميتها تكون هي فولاد الغابه في الكحل. نعم، شوف الطو يشعلوا الشمع يبداو تيخدموا به. وبصح نيت كتحضر الجن؟ تقناوي الى جينا نشوفو هي غير موسيقى روحانية. نعم، يعني تحضر الجن ولا شي حاجه، يعني نكذب عليك، كيبقى كل واحد ونيته. كل واحد كيفاش كيسخر ديك تقناوي. انا بعدا تنهضر على داكشي اللي خدمت مع المعلم، داكشي يعني تقناوي هي روحانيه، دخلوها على الشهاده، هي اصل ديالها، يعني اصل تاع التكنو رجعت للور. شحال من حاجه ما كانتش فيها دابا ولات في التكنو، بحال دابا في واحد الوقيته ما كانتش عيشه، ما كانش ميمون، ما كانوش تصلح حتى ديال المغرب، ما كانش حيت التكنو تجي من افريقيا. نعم، يعني يجي من افريقيا هذيك ما تفهمش العبيد اش كانوا تيقول. صافي مع المود حتى دخلت التكنو سميتو، دخلوا فيها الصلاح، دخلوا فيها عيشه ولي حماد كذا، صافي هذاك الشيء ولات. ما ديك الساعه كان في دار ليله كانت تسمع ولاد الغابه، يعني ولاد بومبرا، حصاويان، النكشه. نعم، هاد الطروحه اللي ما كتسمعش فيهم الصلاح، ما كتسمعش فيهم شي حاجه. بدر الدين، مابقاش لنا بزاف على النهايه ديال البرنامج، دايزه الحلقه طايره. واخا اغنيه ديال قناوي ولد السودان الحمد لله نجحات، لقات اقبال كبير وراهي غادي مزيان. واش غادي بدر الدين حدو القناوي ولد السودان صافي وبركه عليهم ونرجعنا لتا قناوي مع المعلم ديالي ونقول صافي، ما يقول لي شي واحد شي حاجه نقول له اسمع الاغنيه وانا راه بخير؟ لا ولا لا لا، كاين شي حاجه واحده اخرى هادي البدايه، يعني مورا كاين شاء الله كاين شي جوج البومات ثاني. البوم ولا اغاني؟ البوم هكذاك، يعني غادي نحطو في الشهر 11 هكاك ان شاء الله. نعم، كامل بوحدك ولا كاينين فيه ديديو مع فنانين وحدين اخرين؟ دلاعي بوحدي، وكاين ان شاء الله واحد غادي يكون في شهر 12 مع المعلم عبد الكبير مرسل ان شاء الله. يعني غيكون عندك عمل في شهر 11 وعمل واحد اخر غادي يكون في شهر 12. شهر 12 ان شاء الله ما بيناتهم والو. نعم، بجوج حتى هما غادي تبقى غادي في داك لو ستيل ديال تاقناويت ولا غادي تقدر دير شي حاجه واحده اخرى؟ هذا غادي يكون ستيل هواري. ستيل هواري. هواري ديال مراكش ولا هواري ديال هواره؟ لا، هواري تاع مراكش. هواري تاع مراكش. حيت عارفين هو الهواري، يعني الاصل ديالو هو راه هو الاصل ديالو من تارودانت، النواحي ديال تارودانت هي هو راه النواحي ديال تارودانت ولاد التايمه. دونك غادي دير هواري ديال مراكش، حيت هواري ملي تنجيو تلقاو كاين الهواري ديال تارودانت، الهواري ديال مراكش، الهواري ديال فاس، كل هواري. حنا عندنا في مراكش الهواري، هما الهواري ماشي بحال شكل تارودانت تيخدموا رجال،
حنا في مراكش عندنا الهواريات اللي كاين حتى في تارودانت و ولا تيمون سمي كاين الهواريات اللي كيلعبوا في الاصل كاين هوارات تا هما اللي كيكونوا نعم عندهم بزاف هوارات هكذاك واخا الهواري اللي غادي تلعب غادي تكون بوحدك ولا غادي يكون معاك فرقه ديال الهواريات غادي نكون غير بوحدي ما تخليكش المدام المدام ميمكنش غادي تكون ضروري الهواريات ما تخليكش دير مع لا لا غادي تكون معايا المدام هي تغني معاك لا واش دير غادي تصور معايا هكذاك لا انا قلت لك زعما واش تخليكش تغني مع الهواريات تخليني تشاور قول لي تشاور تيقه فيا تخليني مزيان دونك غادي تقدر تاخذ اغنيه من 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 التراث الهواري وغادي تعاود تديها ولا حتى هي غادي دير مثلا تاخذ الايقاع الهواري وغادي تكتب اغنيه جديده لا هي ايقاع كلشي مبدل كلشي مبدل يعني لا كلمات لا تلحين لا يعني كلشي بيكون بحال يعني ستيل جديد هادشي يكون داك السيل القديم هواري 100% غادي يعني غادي نبازي على 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 الايقاع مثلا ملي تنقولوا سعد المجرد في الاغنيه ديالو فعلا يعني كاينين ايقاعات هواريه فعلا وغادي نكتب انا كلام ديالي مع الفرام مثلا هواري فعلا يعني غادي تكون واحد البصمه تاع الهواري وبصمه ديال السيل الجديد هكذاك دونك شي حاجه لي زونا خصوصا ان ملي كنجيو كنبازيو على التراث ديالنا مؤخرا ولا مطلوب بزاف ولا زعما اغاني اللي كيكونوا كيجبدوا ما بين من التراث والايقاع المغربي التراثي كيتمشاو اكثر الا قلت لك بدر الدين نتايا عندك الامكانيه ديال تختار جوج ديال الفنانه يا اما مغربي يا اما خارج الارض الوطن اللي تبغي دير معاهم مثلا جات الفرصه يقول لك مثلا عندك واحد الاختيار ديال 10 ديال الفنانه جوج منهم عاد تاخذ شكون اللي يجيك في راسك تقول ان هذا الفنان بغي ندير معاه مثلا تجيو الفنان اللي كيف في المغرب اللي نتمنى يجي معاه تجيو هو حميد القصري واه مال هكذاك دونك راه مرشان حميد القصري دغيا فهمتيني مرشان حميد القصري مرشان عيط لي واحد الوليد عندي وسميتو راه خاص دير معاه لا هو اصلا كيعرفني المعلم يعني فايتين خدامين في واحد سميتو مع المعلم نيت مرسان نعم يعني كنا انا في كازا نيت في هذا الفيستيفال وكان المعلم القصري و تكفي لي شي نعم وكنا خدمنا معاه يعني كاينه ما عرف كاين الكونتاكت دونك ماشي زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف خصنا ان القصري انسان اللي زعما في تاكناويت وسميتو تي يعني القصري يعني انسان متواضع نعم اللي استاذ ومن المعلمين اللي بينو تاكناويت وي من الناس اللي زادوا بتاكناويت البنت نعم واخا مبقاش لنا بزاف غادي نعطي اخر سؤال عاد باش ندوزوا لواحد البطاقه خضراء كنديروها ديما في الاخر ديال البرنامج الا قلت لك ثلاثه ديال المعلمين تيعجبوك واش ما نديرش لك واحد ونحشمك معاهم عطيتك ثلاثه انا تيعجبوك في تاكناويت مزيان ولا تينغموك وا كاين المعلم كبير مرسى كلاسمون الاول وحميد القصري ومصطفى باقبو كنت انا جار ديالو في مراكش المسيره الثانيه كانت الدار الليله عنده تما داكشي الله يعطيهم الصحه واخا عندنا ديما حنا في الاخر ديال البرنامج كتكون عندنا واحد البطاقه خضراء هذه البطاقه خضراء عندك تقريبا واحد دقيقه وانت لك الحريه التامه هي ما تعيرش قول لي بغيتي تشكر بغيتي تعاتب شي حد بغيتي فهمتيني بغيتي تشكر الناس اللي عاونوك في المسيره ديالك الى اخره كاينين بعدا ناس اللي عاونوك في المسيره ديالك كاين شكون اللي قلت لك الناس اللي عاونوك في المسيره ديالك وهو اول ناس اللي عاونوني في المسيره ديالي هو الزوجه ديالي والاصدقاء ديالها يعني كاينين الناس بزاف يعني ليكيب ديالي الدراري اللي كنخدم معاهم كاين حميد نامو بوصو يعني منعم هشام يعني هاد الدراري هادو كنشكرهم بزاف يعني الدراري اللي عاونوني من البدايه ديال واخا سيدي دونك غادي نمشيو دابا للبطاقه الخضراء وانت عندك الضوء الخضر تقول لي بغيتي تشكر بغيتي تعاتب شي حد بغيتي توصل شي ميساج الى اخره عندك واحد الدقيقه
خذ راحتك. و اول حاجه كنشكر جمعيه تيرما اللي كتصار على الفيستيفال تاع صويره. كنشكر ليلى التازي عبد السلام الي كان يعني هاد الناس هادو اللي زادوا بتقناويت وبينو تقناويت لقدام. كنشكر حسن حجاج اللي عاوني بزاف. و كنشكر كاع الناس اللي تعاملوا معايا. واخا سيدي الله يعطيك الصحه. بدر الدين وصلنا للنهايه ديال البرنامج. بارك الله. ضروري نعاودو نشوفوك عاوتاني باش تخرج تخرج العمل الجديد ان شاء الله. نعاودو حتى هو نسمعوه حتى هو نهضروا عليه ان شاء الله. نتسناك عاوتاني ملي تخرج العمل جو مرشان وتجي عندنا ان شاء الله جو مرشان دوزوا معنا حلقه زوينه. ونتمنوا لما لا القصري حتى هو يكون سمعك وهو اللي عيط لك يقول لك انا راه بغيت ندير معاك انا شي عمل ماشي انت كاع اللي تعيط هو يكون سمعها ولا شافها في اليوتيوب ولا في شنو ويعيط لك هو اللي يقول لك مرحبا والف الف مرحبا. قناوي والسودان بدر كان معنا بارك الله عليك. تحياتي لك سيدي بدر ومرحبا والف الف مرحبا. بارك الله فيك اخويا. مرحبا على الراس والعين. وصلنا للنهايه ديال البرنامج. ميعادنا بكم ان شاء الله الحد الجاي من